مؤخرا طعن ببعض فقرات الموازنة، فهل سيؤثر على مجمل تنفيذ قانون الموازنة اللي مفروض يبدي خلال أيام؟ لو يعني مجرد فقرات بسيطة راح يمضي الطعم بها وينتهي وتستأنفون صرف الموازنة. طبعا مثل ما تعرفون بأن هناك حق للحكومة بالطعن في بعض مواد القوانين، وهذا ما مارست الحكومة في قانون الموازنة. هناك 6 مواد طعنت بها الحكومة، وطريقة الطعن هو عملية ليس المطالب بالغاء، وإنما ما صدر من المحكمة الاتحادية هو أمر ولائي لهذه النصوص، أي بما معناه تعطيل هذه النصوص من التنفيذ لحين البت منها من قبل المحكمة الاتحادية. أما قانون الموازنة فهو ماضي ولا يمكن خلال قرار المحكمة لا يمكن تعطيل قانون الموازنة. البت يأخذ أشهر طويلة وربما بحاجة، تعرفين أنت عملية الطعن من قبل الحكومة، أي بما معناه يجب أن يحضر ممثل البرلمان العراقي من الناحية القانونية ويحضر جلسات المحكمة الاتحادية ويدافع عن وجهة نظر البرلمان العراقي لماذا ذهب باتجاه صياغة هذه المواد. هذه المواد صراحة بالمجمل هي ليست مواد مؤثرة ذات تأثير كبير جدا، سواء كان على المصلحة العامة أو على المواطنين أو غيرها. هي مواد مجرد إيقاف مثلا الرسوم المدفوعة بنسبة 1% من رواتب المتقاعدين وراتب موظفي الدولة في صندوق الشهداء، هذا تم تعطيلها من قبل الحكومة لأن الحكومة لديها وجهة نظر صراحة، ترفض الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين من أجل إنشاء صناديق لدعم شرائح أخرى من المجتمع. هذا إحدى أهم المواد، سواء كان في قوى الأمن الداخلي أو في صندوق الشهداء، هذا من جانب. من جانب آخر يعني الطعن على المادة 70 من قانون الموازنة والمادة 71. مادة 71 التي تؤكد على إنهاء ملف المدراء العامين والوكلاء بالوكالة، وتم البرلمان تم تحديد سقف في نهاية شهر 11 من هذه السنة. الحكومة قد طعنت بها بهذا الموضوع، ربما هي تنظر من جانبها لا يسعها الوقت في حسم هذه ملف الوكالات في الحكومة التنفيذية، وتحتاج إلى سقف زمني أطول من هذا السقف الموجود الذي أقره البرلمان العراقي. مثل ما تعرفين عملية هناك بعض المناصب المهمة التي هي بحاجة إلى تصويت البرلمان العراقي، فكل ما موجود بالدولة، جل ما موجود من مدراء هيئات مستقلة وكلاء هم بحاجة إلى تصويت في قبة البرلمان العراقي. لذلك أن المادة 71 أكدت على الحكومة إنهاء هذا الملف في نهاية شهر 11 لعام 2023. الحكومة ربما انشغالها في بعض الملفات المهمة هي بحاجة إلى فترة زمنية أطول. نعم. سؤال أخير لحضرتك أستاذ علي، يعني هنا هل هناك فقرات في الموازنة اليوم تهم المواطن وتخصه، يعني خلينا نقول ما أخذت استحقاقها إعلامياً؟ نعم، هناك مواد مهمة جدا. من ضمن هذه المواد مثلا عملية الإعارة من موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص، هذا موضوع مهم جدا صراحة، وهذا أيضا يخدم الطرفين. نعم. بل أنا ألاحظ بأنه يخدم القطاع العام على حساب القطاع الخاص، أي بما معناه اليوم لكل الشركات العاملة في القطاع الخاص لديها الحق في لمدة 3 سنوات قادمة لإعارة الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص على شريطة أن يتحمل القطاع الخاص راتب هذا الموظف، وحتى يعني الأموال التقاعدية المترتبة على هذا الراتب سوف تسدد من قبل القطاع الخاص. وهذه فرصة مهمة جدا لتقوية القطاع الخاص من جانب بخبرات القطاع العام، وبنفس الوقت تخفيف الضغط الموجود من قبل الموظفين والبطالة المقنعة اللي دائما ما نلاحظها في بعض دوائر الدولة، والتخفيف على الدولة وتحويلهم إلى القطاع الخاص حتى يكونوا عناصر منتجين مهمين في بناء البلد. تعرفين العراق مقبل على مشاريع استراتيجية مهمة جدا كعقد توتال ومشروع نبراس للبتروكيماويات، هناك خاصة في محافظة البصرة محطة تحلية ماء البصرة، محطة الفاو البخارية، مصفى الفاو الاستثماري، هذه كلها مشاريع بحاجة إلى قوة وأيدي عاملة مهمة جدا،
واليوم الحكومة أكدت بأن نسبة العاملين في كل هذه في جل هذه المشاريع تصل إلى 90% عمالة محلية و10% تكون عمالة أجنبية. هذه فرصة صراحة لشبابنا الباحثين عن فرص عمل داخل سوق القطاع الخاص. هذه من المواد المهمة التي يجب النظر إليها بأنها تصب في مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص. هناك طبعا مواد أيضا لا تقل أهمية كالتخصيصات المالية التي انشأت من خلالها صناديق الدعم الموجودة لبعض المحافظات، المحافظات الأقل فقرا في العراق. أي هذه أيضا تم تخصيص صناديق لدعم هذه المحافظات. هذه مشاريع مهمة جدا في قانون الموازنة.